السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن كريم للعين. الكريم ده اسمه سيلين، ده شكل العلبة. ده كريم طبي منتج مصري جايباه اونلاين، وهو طبعا بيتباع في الصيدليات كمان. اسمه ديو سيلين اهو، كميته 30 جرام، سعره 180 جنيه. ده شكل العبوة من جوه. الكريم بتاع الكريم تقيل، بس لما بتفرديه بيتحول تحسي هو كده ايه، يعني زي مائي شوية، فقوامه بيبقى ناعم وبيبقى خفيف، بيتفرد بسهولة، وفي نفس الوقت بشرة حوالين عينيكي بتمتصه بسرعة جدا. الكريم ده المفروض ان هو مخصص للهالات السودة ومظاهر تقدم السن، لو في خطوط، لو في ارهاق حوالين العين، لو في انتفاخات. بهتم قوي بموضوع حوالين العين، علشان انا حوالين عينيا جاف وبشرتي ككل جافه، فالجفاف بتاع البشره لو ما اهتمتيش بترطيبه باستمرار، خصوصا منطقه حوالين العين، مره في التانيه بتلاقي حصل عندك خطوط. فلازم، مهم قوي موضوع ان انت تهتمي بالجلد بتاع حوالين عينيكي ده. دي مش حاجه رفاهيه، لا، ده حاجه اساسيه ان انت تهتمي بمنطقه حوالين العين عشان تحافظي عليها من الخطوط ومن الارهاق. وحوالين العين ده لو مرهق بيبقى شكل وشك كله مرهق. فمهم قوي موضوع كريمات العين دي، مهم قوي، او حتى الزيوت الطبيعيه المخصصه بنحطها حوالين عينينا. مهم ان انت ترطبي دايما حوالين عينيكي بمنتجات انت تحبيها وتحسي ان هي فعلا بتفرق معاكي، لان ساعات انا منتج انا بستخدمه بينفعش مع مثلا مع بنت تانية. فمهم قوي المنتج اللي تستخدميه يكون مناسب معاكي وانت حباه. الهالات الوراثيه القويه السودة الجامده، لا، مش هيقلل ده، لكن هو بيقلل الهالات البسيطه، بيخلي حوالين العين شكله صحي، ففي نضاره حوالين العين، بيقلل الهالات اللي هي فيها تصبغات، طبعا بيقللها خالص، بيقلل كمان الانتفاخات، ودي اهم حاجه لو العين مرهقه، لو احنا مثلا متنرفزين ساعات عيننا بتورم، لو مش نايمين كويس، لو متعصبين، كل الحاجات دي بتاثر على منطقه حوالين العين، بتلاقي عينك في انتفاخات لو مش نايمه كويس. طبعا مش الانتفاخات بعد الشر المرضيه، لكن انا بتكلم على الانتفاخات اللي بتيجي نتيجه مش نايمه كويس، انت متعصبه، الكلام ده كله بيحصل انتفاخات حوالين العين، هو بيضيعها، بيخلي الانتفاخات دي تروح خالص. لما بيرطب حوالين العين حلو قوي. فلو في خطوط مره في الثانيه بتلاقي الخطوط دي شكلها ناعم جدا، وكمان بعد كده بتلاقي الخطوط دي اصلا مش موجوده. بس طبعا ما تكونش خطوط او تجاعيد قويه، يعني هيكون تاثيره ساعتها ضعيف معايا. هو بيفكرني بالظبط عامل زي كريم ستارفيل، انا كلمتكم طبعا على كريم ستارفيل، هو ده زي ده بالظبط، نفس الشيء. هسيب لكم اللينك بتاع كريم ستارفيل ده في صندوق الوصف اللي عايز يشوف الفيديو. كريم عين ستارفيل ده برضو بيعمل نفس الشيء، بيقلل انتفاخات، بيقلل خطوط، بينعم حوالين العين، بيعالج حوالين العين، حلو قوي قوي برضو. بيقلل مظاهر، ساعات بيبقى فيه كده بهتان حوالين عينينا، ان احنا مثلا مرهقين تعبانين، بيمتص هو التعب والارهاق ده، بيخلي شكل عينيك صحي وحلو قوي. واهم حاجه في الكريمات دي كريمات جميله، ما بتعملكيش حرقان في عينيكي، لان عاده البشره الحساسه بتلاقي عينهم حساسه، دايما بلاحظ كده، انا عينيا حساسه جدا لاي روايح بتقعد تدمع. بتستخدمي الكريمات العين دي مره الصبح ومره بالليل، ولو تحبي مره بالليل وخلاص، لكن انا بحب استخدمهم دايما الصبح في روتين بشرتي الصباحي، بعد ما بغسل وشي بقى في الروتين الصباحي بدخل دايما فيها كريم العين، بحب احط كريم عين مخصص يعني لمنطقه العين، وكريم وش ده مخصص لمنطقه الوش والرقبه، عشان ما ينفعش تحطي كريم ما بيبقاش كويس ان انت تحطي كريم من بشرتك على تحت عينك، بيبقى تقيل على تحت العين، ممكن يؤذي منطقه حوالين عينيكي دي. وانا زي ما قلت لك ده بيبقى جلد حساس ورقيق جدا، عايز معامله خاصه عشان يفضل شكله حلو وما يحصلش فيه تكسير او خطوط، بيمتص بسرعه جدا. ولو عايزه بديل ليه، لو مثلا ما لقيتيهوش، هو ستارفيل، الاثنين دول واحد في النتيجه، ده زي ده بالظبط، سواء سيلين او ستارفيل، الاثنين بيدوا نفس النتيجه، الاثنين بيقللوا الهالات وبيقللوا الانتفاخات وبيقللوا التورم، يعني لو مش نايمه كويس نفس الشيء، الاثنين نفس الشيء، وهم برضو حلوين جدا، ونفس الكميه ونفس السعر، ده ب 180، وستارفيل تقريبا بيتراوح سعره ما بين 170 180، ممكن اكتر، بيختلف من موقع للتاني، يعني بلاقي امازون غير نون غير جوميا، كل واحد عليه سعر، طبعا انت بتنتقي السعر الانسب يعني. فسيلين ده كريم حلو قوي. طيب
مشكلته الوحيده لما بتيجي تحطيه بيبخ في كل حته، يعني لو جيتي تاخدي على صباعك بينطر بره كده. فاحسن حاجه اكتشفتها معاه استخدمه ان انا بحطه في كف ايدي كده من هنا واخد بعد كده استخدم. يعني بصوا انا هوريكم قوامه، هوريكم ازاي بيتنطور. هو كده الحمد لله نزل من غير ما يتنطور، بس هو عاده لما باجي ابخ بيه كده بيتنطور ايه بيبقى. فعشان كده انا بحب اخده في كف ايدي كده وبعد كده اخد ادهن منطقه حوالين عينيا. طبعا بدهن حوالين عينيا فوق وتحت، بتدهني الكريم من بره لجوه كده طبطبه ومن جوه لبره نفس الشيء طبطبه كده، مهم جدا مره الصبح ومره بالليل. بص قوامه بقى، انا هوريكي بس قوامه. بص هو عامل كده الكريم، طبعا ما فيش تلزيق ولا تقيل، خفيف جدا قوامه كده لما بتفرديه عامل زي الميه. بصوا اتفرد في ثواني، قوامه زي الميه بالظبط لما بيتفرد. وبصي تلاقي بقى حوالين عينيكي اتشرب الكريم ده في ثانيه واحده، بشره حوالين عينيكي اتشربته على طول، شكل بتختفي والهالات بتقل. لكن طبعا انت لو وقفتي كريم العين بعد فتره للاسف المشاكل بترجع تاني، يعني لو في خطوط هترجع خطوط تاني، لو في انتفاخات هترجع انتفاخات تاني. المنتجات معظم المنتجات حتى الطبيه بعدها بتعالج، لو انت وقفتي هترجع تاني يحصل مشاكل. فيستحسن بتستمري على كريم العين على طول، يعني حتى لو حبيتي توقفيه وقفيه، غيري نوع تاني هاتي نوع تاني. لو عايزه توقفيه مش عايزه كريم خالص هاتي زيوت طبيه، زيوت اللي هي بتاعت التجميليه. في زيت بذور العنب حلو قوي لمنطقه حوالين العين، في زيت اللوز الحلو برده حلو قوي. لو انت مش عايزه كريمات زي كده حطي نقطه زيت من الزيوت دي، حلو قوي برده، بتنعم وبترطب وبتضيع الخطوط وبتقلل شكلها وبتخلي شكل فيه نضاره برده. يعني مش شرط ان انت تاخدي تستخدمي كريم يعني لازم كريم عين، لا انت ممكن لو مش عايزه كريم عين عايزه حاجه سعرها بسيط وفي نفس الوقت تهتمي بمنطقه حوالين العين، خليكي في الزيوت الطبيعيه زي زيت اللوز الحلو او زيت بذور العنب. انا مجربه زيت بذور العنب، رائع، بينعم الجلد جدا كمان بتاع منطقه حوالين العين. فانت مش لازم كريم، بس لازم تهتمي بمنطقه حوالين العين. كريم اوكي، مش عايزه كريم هاتي زيت حاجه بسيطه، اي ماركه زيت بذور عنب هيبقى حلو قوي. وتاخدي نقطه حاجه بسيطه جدا بس تبعدي عن منطقه عينيكي عشان لو دخل في عينيكي بيحرق العين شويه. فبتدهني كده برضو حوالين عينيكي قبل النوم مره مسحه بسيطه كده من اي زيت انت تحبيه. يعني انا بدي معلومه كده بقولها لك عشان لو انت مش عايزه كريم او عايزه حاجه مثلا سعرها بسيط في حدود 10-15 جنيه، هو هيكون الزيت بذور العنب ده حلو قوي لمنطقه تحت العين، وزيت اللوز الحلو وزيت الورد، الثلاث زيوت دول حلوين قوي برضو لمنطقه تحت العين. لو انت مش عايزه كريم مثلا طبي او كريم مثلا غالي يعتبر مثلا نسبيا 180 جنيه، عايزه حاجه بس ب 10-15، خليكي في الزيوت. وبرضو الزيوت حلوه بس هي بتعوز منك صبر شويه في ان انت تطولي في الاستخدام بقى، يعني مثلا لو ده هيجيب نتيجه بعد شهر الزيت مثلا هيجيب نتيجه بعد شهرين، بس برده هيجيب نتيجه وهيبقى نتيجه حلوه. المهم الاستمرار على الاهتمام بمنطقه حوالين العين بالذات والبشره ككل. طيب انا عايزه اقول لك بقى النهارده ان لو عايزه حاجه لتحت الكونسيلر انا مجرباها حلوه قوي لترطيب تحت الكونسيلر، بعيد بقى عن الكريمات الطبيه المعالجه دي. الكريمات دي تحت الكونسيلر حلوه، حلوه برده، بس مش حلوه زي الكريم بتاع ايفا باللؤلؤ ده. ايفا باللؤلؤ ارخص بكتير من الكريمات اللي انا بقول لكم عليها بتاعت ستارفيل، وارخص بكتير من كريم سيلين ده. كريم سيلين وستارفيل زي ما قلت لكم سعرهم 180 جنيه تقريبا الواحد، ده 180 او ويمكن كمان ستارفيل اغلى، في حين كريم ايفا باللؤلؤ ده سعره اقل من 100 جنيه يمكن 70 جنيه ولا حاجه، بس تحت الكونسيلر مثالي، حلو قوي قوي تحت الكونسيلر، بيرطب بيخليه ما يكسرش، بيخليه ما يدخلش في الخطوط، بيخليه شكله ناعم جدا وشكله حلو قوي. الكريم ده اللي هو ايفا باللؤلؤ هو بيعملش حاجه خالص، ولا بيفتح حوالين العينين ولا بيفتح هالات ولا بيضيع انتفاخات ولا بيعمل اي حاجه. كريم ايفا باللؤلؤ ده كل اللي بيعمله ان هو بيدي ترطيب حلو قوي لمنطقه حوالين العين، ترطيب وقتي كمان، يعني حتى مش ترطيب على طول. ده من وجهه نظري انا، طبعا انت ممكن تختلفي معايا، انا بكلمك عن تجربتي انا. هو ترطيب وقتي يعني ترطيبه تحت المكياج كده وخلاص، مش هيديكي ترطيب علاجي زي مثلا حاجه زي سيلين او زي ستارفيل او زي مثلا اي كريم تاني للعين، مش، لا ده بيكون حاجه وقتيه بس حلوه قوي قوي قوي، مثالي جدا تحت الكونسيلر. لكن لو هتجيبيه ده عشان حاجه بقى
تصبغات، هالات، انتفاخات. لا ما بيعملش حاجه. ان شاء الله اكون افدتكم، يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك والفولو على انستجرام. وميرسي ليكم، باي باي.